نروح لأول فقرات برنامج الأشبال وأخبار الناشئين في الصحف والمواقع، وهنبتديها مع خبر حلو. يعني من ساعتين فوز شباب الأهلي على سموحة بثنائية في دوري الجمهورية، كانت المباراة أقيمت في اسكندرية في ملعب سموحة. ما شاء الله شباب النادي الأهلي بيقدم نتائج وكمان مستوى رائع. فاز النادي الأهلي 2-1 على سموحة، أحرز أهداف اللقاء محمد شكري وأحمد السيد. كان النادي الأهلي ابتدى بتشكيل مكون من مصطفى شوبير، مصطفى إلياس، وفارس طارق، وعادل زينهم، وإبراهيم السيد، وأحمد السيد، ومحمد شكري. محمد شكري ما شاء الله السنة دي متألق في فريق شباب النادي الأهلي، وفهد جمعة، ومحمد فخري، وليد مصطفى، ومصطفى فوز. إن شاء الله اللقاء القادم هيكون شباب الأهلي أمام شباب الزمالك، القمة المرتقبة في الأسبوع 19 من دوري الجمهورية للشباب، وهيكون المباراة إن شاء الله في ملاعب الناشئين بمدينة نصر. وزي ما قلت لحضراتكم إن شاء الله هننفرد بإذاعة المباراة هنا على شاشة قناة النادي الأهلي، وهيكون عندنا استوديو تحليلي وطبعا نخبة من المحللين المميزين اللي هيكونوا موجودين معانا. هنروح أيضا لنتائج الجولة 18 اللي انتهت النهاردة ومنذ ساعتين. فوز الأهلي طبعا على سموحة 2-1، تعادل السلبي إف سي مصر مع الزمالك 0-0، تعادل الإيجابي بيراميدز والمقاصة 1-1، تعادل السلبي الجونة والإنتاج 0-0، فوز الاتحاد على طنطا 1-0، فوز الجيش على الإسماعيلي 2-1، وفوز الجيش على الإسماعيلي، الإسماعيلي كان هو الوصيف، كان النادي الأهلي فارق عن الإسماعيلي 5 نقاط، النهارده بعد خسارة الإسماعيلي أصبح الفارق بين الأهلي المتصدر والإسماعيلي 8 نقاط في دوري الجمهورية للشباب، وفوز كبير الإنبي على أسوان بنتيجة 4-1، كل التوفيق إن شاء الله الكابتن عمرو أنور والجهاز الفني إن شاء الله في المباراة القادمة. هنروح أيضا لأهلي 2000، أهلي 2000 يفوز على الغابة اعتباريا في بطولة منطقة القاهرة، أيضا بعد انسحاب فريق الغابة. نروح لأهلي 2003، فريق أهلي 2003 يتعادل مع سموحة 1-1 في بطولة الجمهورية، وكان أحرز هدف النادي الأهلي اللاعب المميز ميدو نبيل، ما شاء الله اللي بيقدم أيضا مستويات طيبة مع فريق 2003 اللي بيقوده كابتن محمد سعد مديرا فنيا. هنروح لأهلي 2006 يفوز على شباب حلوان بنتيجة ما شاء الله كبيرة 9-1 في مهرجان البراعم. فريق 2006 اللي بيقوده المدير الفني الكابتن تامر حفني، المسؤول الفني عن 2006 و2007. أهداف الأهلي عن طريق لاعب عمر معوض، عمر سيد معوض ما شاء الله كل مباراة بيسجل فيها خامة مبشرة، وحاجة ما شاء الله إن شاء الله ننتظرها للفريق الأول. نجل طبعا الكابتن سيد معوض أحرز 3 أهداف، اللاعب محمد احمد سعد احرز 2، ويوسف السيد 2، وعبد الله طاهر وطارق زكريا 1 لكل منهم. هنروح بقى نتعرف على نتائج فرق الاهلي في مهرجان البراعم. كان النادي الاهلي في مهرجان البراعم فريق 2008 فاز على فريق الغابه بثلاثيه نظيفه، سجلهم شلبي يوسف 2 وعمر كمال 1. فريق 2007 تعادل سلبي مع وادي دجله، وفريق 2010 فاز على طلائع الجيش بهدف دون رد. قطاع الناشئين بالأهلي يعقد محاضرة تأهيل نفسي للاعبين، دي طبعا من سلسلة دايما تطوير اللاعبين وتثقيف اللاعبين. دايما كابتن فتحي مبروك قطاع الناشئين والكابتن هشام حنفي حريصين دايما على عقد محاضرات للاعبين. المحاضرة كانت تأهيل نفسي عن طريق الدكتور إبراهيم العقاد، كان الدكتور إبراهيم العقاد كان أيضا عقد محاضرة مع فريق شباب الأهلي. كابتن فتحي طبعا بيعمم التجربه كلها او المحاضرات على كل فرق قطاع الناشئين لاستفاده للاعبين والاستفاده ايضا للمدربين. النهارده في لعيبه ممكن بتنزل المباريات مضغوطه شويه، ازاي النهارده عمليه التاهيل النفسي، عمليه الضغط قبل المباريات، كمان ممكن لعيبه عندها امكانيات كبيره لكن مش قادره تطلعها، فده دور مهم جدا في التاهيل النفسي. بنحيي طبعا كل القائمين في قطاع الناشئين على هذه الخطوة، إن دي خطوة مهمة جدا. وكان أيضا في خطوة مهمة قبل كده في التحكيم، الكابتن سمير عثمان اللي عقد اجتماعات برضو مع المدربين واللاعبين والتعرف على أبرز القوانين في التحكيم ده. فدي كان خبرنا مع الدكتور إبراهيم العقاد دكتور التأهيل النفسي في قطاع الناشئين. هنروح أيضا لمنتخب الشباب كابتن ربيع ياسين اللي بنتمنى له كل التوفيق. من موقع الأهرام بالأسماء قائمة منتخب الشباب في معسكر ديسمبر استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا، شيء جيد جدا كابتن ربيع ياسين عمله. النهاردة المعسكر من يوم 22 ل 31، العدد
اللي هيحضره الكابتن ربيع السين للمعسكر 54 لاعب، عدد كبير، لكن الكابتن ربيع عشان يقدر يدي مساحة أكبر لكل اللاعبين في الأندية عشان يقدر يشوفهم ويشوفهم من خلال مباريات ودية مع منتخب مصر الشباب، قسم المجموعة على نصين، المجموعة الأولى على مجموعتين، المجموعة الأولى 24 لاعب ودول هيلعبوا ماتشين وديين مع فاركو بالاسكندرية وطلائع الجيش. المجموعة الثانية هتبقى 30 لاعب، دي هتبقى يوم 26 و31 هيلعبوا ماتشين مع الشرطة والطيران. وبكده الكابتن ربيع ياسين بيدي فرصة كبيرة جدا لكل الأندية. ما شاء الله بنشوف دلوقتي من نجوم المستقبل، بنشوف من الأولمبي، من السكة الحديد، من الجونة، بنشوف. كان زمان منتخبات الناشئين أو الشباب كانت أهلي وزمالك، دلوقتي ما شاء الله كابتن ربيع ياسين كمان عينه حلوة في الأعمار السنية الصغيرة وبيفرد كمان مساحة كبير لكل اللاعبين. الحلو في الخبر أيضا كمان إن ما شاء الله القائمة اللي ضمها الكابتن ربيع ياسين بتضم عدد كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي، بنتكلم عن 11 لاعب، فده يبين لنا إن إحنا عندنا مواهب داخل قطاع الناشئين، لما 11 لاعب يروحوا في التجمع أكيد عندنا مواهب. عايز أقول لحضراتكم برضو أسماء اللاعبين، في لعيبة طبعا بتروح على طول كل المعسكرات ومتواجدة بصفة مستمرة، برضو حارس من خلال متابعته للدوريات، هو بيتابع كابتن ربيع كل الدوريات 2001 و2002 و2003 و2004، بيروح بنفسه وبيبعت الجهاز الفني وبيبدأ يكتشف اللاعبين، وطبعا كان ليه تجربة سابقة مع منتخب مصر الشباب قبل كده، ما شاء الله خد بيهم بطولة أفريقيا ووصل بيهم كأس عالم، فنتمنى له إن شاء الله أيضا إنه يكرر نفس التجربة. أسماء لاعبي النادي الأهلي: حمزة علاء في حراسة المرمى، عاصم سليم في حراسة المرمى أيضا، عندنا اثنين حراس مرمى انضموا لمنتخب مصر الشباب، محمد أشرف ظهير أيسر، وعربي بدر لاعب وسط دفاعي، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد سلامة، محمد سلامة مهاجم ما شاء الله كان النادي الأهلي اشتراه من سنتين من نادي شربين، وشادي رضوان، ويوسف عثمان، ومحمود صابر، ويوسف حشيش مدافع 2002، وأحمد سيد عبد النبي مواليد 2002 أيضا، ومحمد سيد عوض مواليد 2002، وفي كمان الحلو اللي انضم لمنتخب 2001 اللاعب ميدو نبيل اللي أنا كنت بكلم حضراتكم عليه من شوية، ميدو نبيل مواليد 2004. فما شاء الله النهاردة الكابتن ربيع ياسين يعني بيتابع كل الدوريات وبيدي مساحة لكل المواهب الموجودة داخل الفرق، فإن شاء الله بنتمنى له كل التوفيق.